مرحبا أمو، أهلين. احكي لنا عن أوضاعكم المعيشة ببلدة جسرين. ما في لا أكل ولا شرب، وكله غالي. وإذا بقيت كله الغالي، كيلو السكر ب2000، الرز ب2000، كله ب2000، وغالي غالي غالي، ما في شغل أبدا. لكن شو عم تاكلوا؟ بناكل الرايس، بناكل هذا حشيش، بنروح على الحقل بنجيب حشيش، بنجيب حشيش الرايس بنغليه بناكله. هذا إذا لقينا، إذا لقينا خبازة صباني، إذا لقينا. بتدفي أشلون بهالشتاء؟ عم لملم حطام اخضر ما عم يشعل ابدا، عم يعذبنا كثير. المازوت ما في مازوت، غالي، لا بنزين ولا مازوت، كله قطعنا عنا بشار الاسد. قد صار لكم محاصره؟ صرنا شي سنه.